السلام عليكم. وغادي نحاول ان شاء الله في هذه الحصه نقدموا فقره من فقرات نتاع السلمي اللي هو درس عندنا بالجدع المشترك اليوم. غادي نحاول نشوف واحد الربي بعجاله يعني شفويا حول متجهه، حيت هي غادي نحتاجوها باش نحددوا الخدوي سكالي. الا قلنا ربي متجهه فنعرفوا ثلاثه ديال الكاركتيرستيك في هذه المتجهه، اللي هي الاتجاه اللي هو المستقيم ربي، ثم الملحه من ارض نحو بي، ثم المنظم اللي تنعبر عليه بهذا التعبير RB تساوي لا ديستونس RB. ثم عندنا إذا بغينا نحسبو مجموع ديال المتجهتين، هذه حتى هي مكتسبات قبلية تنعرفوها. إذا كانت عندي واحد المتجهة RB واحد المتجهة أخرى RC، وبغينا نحددو لاسوم ديالهم، RB زائد RC تتساوي لنا RD، تتساوي لنا المتجهة RD، بحيث كيفاش ندير النقطة D هي النقطة الرابعة لمتوازي أضلاع، وبالتالي RB زائد RC وتعطيني القطر ديال متوازي أضلاع، هادشي كله تنعرفوه. دابا السؤال اللي يبقى غادي نحتاجو باش ندخلو للدرس ديالنا، اللي هو شنو تنقصدو بجدا جود ديال المتجهتين؟ عادة تقرا لو برودوي سكالير دو E بار V، تنعبرو عليه دو نقطة. Le produit scalaire de E par V, le produit scalaire de E par V, هذا الحس اللي غادي نعرفوه. غادي نفرقوا ونديستانغيو جوج ديال الحالات باش ما يتخلطوش عندنا الامور. الحاله الاولى اذا كانوا لي فيكتور نسموها جوج لي فيكتور او و في مستقيمتان، اذا كانوا مستقيمتان هاد لي فيكتور كيفاش نحسب لهم الجدع السلمي؟ ونعاود ندرسوا الجدع السلمي ديال جوج ديال لي فيكتور غير مستقيمتان. بالنسبه للحاله الاولى تبعوا معايا مزيان. إذا إذا كانت عندي المتجهة الأولى عندي هي أو، المتجهة الثانية هي في كولينيير، يعني المستقيمية الزادي مع المستقيمية الثانية غيكونو متوازيين. الجدع السلمي باختصار سهل، يساوي شكون هي هاد المسافة اللي غيساوي هاد الجدع السلمي؟ هي لا نورم ديال المتجهة الأولى، لا نورم المتجهة الثانية اللي هي في، لا نورم إذا كان عندهم نفس المنحة. حيت ممكن يكونوا مستقيمتان، تكون عندي هاد الوضعية هادي، هادي ها أو ها بي، هما مستقيمتان ولكن لهما منحنيين متعاكسان. إذا إلا كان المنحة ديالهم متعاكسة، إذا أو سكالير في شنو هو؟ تنزيد واحد الموال ونكتبو هادشي هو المنظم ديال أو، المنظم ديال في، مفهوم؟ جوج ديال الحالات، جوج ديال لي فيكتور كولينيير، يا إما هادي ولا هادي، هو دائما هو لا نورم ديال المتجهة الأولى في لا نورم ديال المتجهة الثانية، أولا موال لا نورم. إذا في هاد الحالة غيكون برودوي سكالير نيجاتيف، وفي هاد الحالة غيكون بوزيتيف، هادي إذا كانوا دو فيكتور كولينيير. غادي نحاول ندير واحد ديكزومبل لهنايا باش نفهمو. إذا كان عندي أ بي سي دي واحد مستطيل، أ بي سي دي مستطيل، نطلب نحسبو واحد جوج ديال أهو أ مع بي أسي أدي، بحيث أبي المسافة أبي تساوي ثلاثة، المسافة أدي تساوي جوج. ألوغ شحال هو الجدع السلمي ديالي ديال أبي سكالير دي DC AB، le produit scalaire de AB par DC AB DC لاحظوا بأنهم جوج ديال الفيكتور كولينيير وفي نفس الوقت عندهم نفس المنحة، نطبقوا على هذه الحالة مباشرة غادي تعطيني هي لا نورم ديال المتجهة AB اللي هي المسافة AB، و لا نورم ديال المتجهة الثانية DC اللي هي دي دي سي تتساوي في مستطيل كل ضلعين متقابلين متقايسان، إذا أر بي هي ثلاثة ودي سي حتى هي ثلاثة تتساوي تساوي.
مثال ثاني إذا قال لي برودوي سكالير ديال ا دي سكالير سي سي بي ها ا دي البرودوي سكالير ديال سي بي متجهتين مستقيمتين لأنه مستطيل زائد عندهم منحنيين متعاكسان وبالتالي غيكون قاعد الحالة التالية اللي هي موا لا نورم ديال ا دي اللي هي ا دي لا نورم ديال سي دي اللي هي سي بي يساوي ناقص ا دي هي جوج ودي سي هي جوج هي جوج جوج تساوي ناقص أربعة. هذا هو كيفاش نديرو نحسبو الجداء السلمي في الحالة إلا كانو لي فيكتور ديالنا كولينيال. هادي سالينا من هاد الحالة غادي نشوفو حالات وحدين أخرين لي ممكن يكون فيهم الجداء السلمي عندنا. دو فيكتور ماشي كولينيال سمي هاد الحالة نوطا أو يساوي واحد المتجه أبي و في واحد المتجه أسي. الجداء السلمي ديال أو بار في يساوي هو AB و AC. شكون هي الوضعية اللي ممكن تكون فيها AB مع AC؟ إذا سولتكم كل واش غيقول لي اللي غيقول لي مثلا غادي تكون بيناتهم زاوية حادة يعني AB غادي تكون هكذا و AC غادي تكون هكذا هذه الزاوية اللي بيناتهم أصغر قطعة من 90 هذه الحالة واحد يقول لنا هكذا غادي يقول ماشي بالضروري غيكون هكذا غيكونوا بيناتهم زاوية منفرجة أكبر من 90 بي أ سي واحد غيقول لنا كاع ماشي لا علاقة بيناتهم متقطعينش كاع هادي هي أ هاد الحالة خليها هي الأخرى وممكن تكون بيناتهم زاوية قائمة سي أ بي. إذا في كلا الحالات بثلاثة ستنعرفو كيفاش غادي نديرو نحسبو الجداء السلمي واش كاينة شي قاعدة لي تتحكم لي و تتكون مختلفة ولا قاعدة وحدة تتصلح لهم كاملين. إذا حتى في هاد الحالة نتبعو وحدة وحدة قليلة. بالنسبة للحالة الأولى إذا كانت عندي بهاد الطريقة شنو تندير؟ تندي مباشرة حاول ندير إسقاط العمودي ديال هاد النقطة سي على المستقيم AB الحامل للمتجه AB بطبيعة الحال يعطيني هو H. هاد الحالة القدوة سكالير ديال AB مع AC تساوي هنا تنشوفو تنلاحظو بأن A مع H متجه AH مع المتجه AB عندهم نفس المنحة AH و AB لهما نفس المنحة. إذا إذا كان عندهم نفس المنحة الجداء السلمي ديالهم هو A B و AH. هاد النقطة اللي سقطنا AB و AH إذا كان عندهم نفس المنحة ولكن هنايا عندنا زاوية حادة. هادي هي الحالة الأولى. ثم الحالة الثانية إذا كانت عندي A B و C بهاد الشكل يعني الإسقاط العمودي غيجي حال نطول المستقيم AB وندير الإسقاط ديال النقطة C غتجيني النقطة AC. إذا البرودوي سكالير دو AB بار AC تساوي نلاحظو في هاد الحالة بأن AB بهذا في هاد الإتجاه و AH غادي في هاد الإتجاه يعني عندهم منحنيين متعاكسان وبالتالي صنيت واحد موان هي A ناقص AB و A AH تساوي ناقص AB و AH مباشرة هنا غادي نزيدو حتى يكون عندنا الحساب ونكملها. جوج ديال الوضعيات ممكن غادي يجي واحد اخر اسمو نيوتن واش ضروري تكون AC يجي من الاسقاط العمودي ممكن تكون AC طويلة على AB AB تجيني هنا. إذا حيت ندير الاسقاط العمودي غادي تكون عندي نفس الوضعية غادي نطول الحامل ديال المتجه AB هكذا غادي ندير الاسقاط العمودي ديال سي غادي تجيني H. حتى في هذه الحالة AB مع AH عندهم نفس المنحة إلا أن في هذه الحالة AB صغيرة على AH يعني نفس الخاصية نفس التعريف هذه بصفة عامة. هادو هما الوضعيات الممكنة اللي عندنا ولكن كاينة وضعية واحدة أخرى ممكن ما يكونوش كاع متقطعين هذا لي فيكتور. عندي واحد لي فيكتور هكذا وعندي الفيكتور الثانية
هكذا غادي نسميها سي دي وهذه ار بي، يعني حتى هذه خصني نلقى كيفاش ندير نحسب العجوده السلمي ديالها الوضعيه. الى سولتكم غادي كيدير يقول لي راه خصنا نديرو الازاحه هذه المتجهه، غادي نجيبوها لهنايا ندير لها الازاحه بهذا الشكل، وغادي تولي النقطه السينية كوانسيد مع ا متعلقين، والنقطه دي ندير الاسقاط العمودي غادي تعطيني هي اش، وبالتالي الجدع السلمي ديال ا بي سكالير سي سي دي غيساوي هو ا بي و النقطه هي سي و سي اش ولا ا اش مع سي كوانسيد. نعم هنايا في هذه الحاله صحيح هذا الشيء، ولكن بلا ما نديرو الازاحه، لما ندير الإزاحة نتابعو كيفاش غادي نديرو نحسب المدى السلمي في هاد الكائنة كانت عندنا مباشرة. أش غنديرو؟ غنديرو الإسقاط العمودي على أ بي، ثم الإسقاط العمودي ديال النقطة دي على أ بي، نسمي هادي دي بريم ونسمي هادي سي بريم. لو برودوي سكالير دو أ بي بار سي دي غيساوي هو لا نورم دو أ بي دائما في سي بريم دي بريم مباشرة، ويكون الجواب تاعنا صحيح عندي. إذا غادي نشوفو واحد المثال، إلا عرفنا هاد الحالات كاملين، غادي نطبقو واحد المثال باش ندوزو الصيغة الجديدة ديال البرودوي سكالير، كيفاش نعرفو صيغة سهلة على هادشي باش نحددو البرودوي سكالير. إذا إكزومبل المطلوب هو نحدد البرودوي سكالير ديال جوج ديال لي فيكتور في هاد الوضعية التالية. إلا كان عندي أ بي سي واحد المثلث لي هو متساوي الأضلاع، جميع الأضلاع ديالهم تقيس الطول ديال الضلع ديالو هو و إكس، ألوغ برودوي سكالير ديال بي سي بار بي بي أ شحال غيساوي؟ ها بي سي ها بي ا، هاد الضلع غادي محتاجوش نديرو بحال لا مكاينش، لا مكاينش الطول ديال ثلاثة د الأضلاع. إذا غادي نحاول نديرو الإسقاط العمودي ديال النقطة ا على بي سي على الضلع التالت لي تعطيني هي ا اش، ألوغ برودوي سكالير ديال بي سي مع ا اش مع بي سي مع بي ا، هاهي بي سي ها بي اش عندهم نفس المنحة، إذا بلا ما نزيد لا موان لا والو غادي نقول هي بي سي في بي بي اش تساوي بي سي شحال تساوي متساوي الاضلاع طول الضلع ديالو هو اكس، يعني جميع الاضلاع متقيسه، اذا بي سي هو اكس في بي اش الضلع ديالنا بي اش المسقط العمودي ديال النقطه ا على بي سي في مثلث متساوي الاضلاع غيكون تيمر من المنتصف ديال بي سي ديال القاعده اللي هي منتصف بي اش هي النص ديال الضلع x على جو تساوي x أس 2 على 2 x أس 2 على 2 ده هو برودوي سكالير ديال بي سي بار بي بي أ. جيد هذه وضعية المثال، غادي نشوفو الصيغة المثلثية ديال الحساب المثلثي. إذا عندنا في المثال غادي نديرو الصيغة المثلثية للجدع السلمي، يعني كيفاش غادي نديرو نحددو صيغة جديدة ديال الجدع السلمي بلا ما نديرو الإسقاط، نستعملو الحساب المثلثي نستعملو كوسينوس ولا سينوس، شوفو واش كوسينوس ولا سينوس. دابا في هاد الوضعية لي تنعرفو الحساب المثلثي لي حددنا دابا هادي أ وهادي بي وهادي سي، وباش نحددو البرودوي سكالير ديالها كنا تنديرو الإسقاط العمودي ديال هاد الوان على هادي، وغادي نقولو بأن أ بي سكالير ا سي تتعطيني هي لا نورم دو ا بي لا نورم ديال لا نورم ديال ا بي لا نورم ديال ا اش. طلبا نحسبو هاد ا اش بطريقة واحدة أخرى، إلا استعملنا في نظركم واحد الألفا هي واحد الزاوية اللي تكونها هاد المتجهة الأولى ا بي مع ا مع ا سي، هي زاوية مكونة ما بين ا بي و ا و ا سي، إذا هذه سميوها ألفا. لو بغينا نحسبو هاد ا اش بدلالة الوتر ا سي و ألفا، إذا هاد الزاوية كوسينوس ألفا تساوي المحادي ديال الزاوية اللي هو ا اش
ثم على AC اللي تعطيني مباشرة AH تساوي هي AC كوسينوس كوسينوس ألفا. AC كوسينوس ألفا نعود بها هنايا AB سكالير AC تساوي AB فوا AH. إذا AB سكالير AC تساوي هي AB فوا AH و AH هي هي AC كوسينوس ألفا و AC كوسينوس الزاوية ألفا. هذا هو التعبير الجديد ديال الحساب ديال الصيغة المثلثية للحساب للجداء السلمي عفوا. إذا هذه في الوضعية، واش حتى في الوضعية الأخرى إذا كانت بيناتهم زاوية منفرجة واش غادي تكون صحيحة؟ إذا كان عندي بي هنايا و أ و سي، إذا الزاوية بيناتهم هي ألفا، لكن في هذه الحالة زاوية منفرجة. إذا إسقاط عمودي ديال هذا السي هذا الدور هذا غيجي لي أش هنا. إذا باش نحددو هذه الصيغة نحددو أ أش بدلالة أ سي كوسينوس ألفا، هاهي نذكرو بعدا بالعلاقة أ بي سكالير أ سي. في هذه الحالة حيت عندهم منحنيين متعاكسان غادي تكون تساوي هي ناقص أ ناقص أ بي في أ أش، لا زدنا الناقص حيت أ أش مع أ بي لهما منحنيين متعاكسان. وبالتالي في هذه الحالة أشنو غادي نديرو؟ غادي نخرجو أ أش بدلالة ألفا أ أش الكولي أ أش en fonction si on va dicter le jeu AH H en fonction de alpha et AC qui va je vais dire le nombre et là donc le point de vue il va être AH مع الوتر AC خدمنا هذه الزاويه مثلا غادي يعطينا CH هو المحادي باش نحسبو الكوسينوس، لأن هاد الزاوية ما غاديش تخدم. نشوفو هاد الزاوية هي اللي غادي تخدم لنا، المحادي ديالها هو AH والوتر ديالها في هاد المثلث، وفي هاد المثلث الوتر ديالها هو AC، إذا هو اللي غادي يخدم لي. ولكن الزاوية كيفاش غادي ندير معاها بشحال هاد الزاوية؟ نظركم اللي بأزرق هادي الزاوية هادي شكون هي؟ إذا باختصار الزاوية هي 180 درجة زاوية مستقيمية كاملة، ونقصو منها هاد الزاوية هادي وغادي تبقى لي هاد لي بالصفر. إذا شكون هي هادي كاملة 180؟ هي بي، وهادي لي بيناتهم هي ألفا. إذا هاد الزاوية لي بالصفر هي بي ناقص ألفا لي هي 180 ناقص ألفا. كيفاش غادي نتي نحسب الكوسينوس ديالها؟ إذا الكوسينوس دونك الكوسينوس ديال بي ناقص ألفا شحال غادي تساوي؟ تساوي مباشرة المحادي اللي هو AH مقسوم على الوتر اللي هو AC. دونك AH في هاد الحالة تساوي هي AC، غادي يطلع لهنا كوسينوس بي موان ألفا. كوسينوس بي موان ألفا شحال تيساوي؟ كوسينوس بي موان ألفا دائرة مثلثية كوسينوس بي موان ألفا يساوي هو موان كوسينوس ألفا. إذا مش هاد الدائرة المثلثية، العلاقة المثلثية صحيح. إذا هي هادي موان كوسينوس ألفا هي ناقص أسي كوسينوس ألفا. إذا إلا عوضنا في هاد التعبير نشوف شنو غادي نلقى. نحلو هادي دونك هنايا أبي سكالير أسي يساوي هو أبي والموان عندنا في AH، في AH هي ناقص AC كوسينوس ألفا، ناقص مع الناقص غتعطيني زائد، وبالتالي تولي AB و AC كوسينوس ألفا. هذا هو البروتوكول. إذا سواء في الحالة الأولى ولا في الحالة الثانية هاد العلاقة دائما صحيحة كيلكم. إذا ملي نبغي نحسب الجداء السلمي حاليا في جوج ديال المتجهات يكفي نعوض بلا نورم ديال المتجه الاولى في لا نورم ديال المتجه الثاني اللي هو AC في كوسينوس الزاويه اللي محصوره بيناتهم اللي تتكونها AB مع AC. هذا بسيط. نعم حاولوا نشوفوا ذاك المثال اللي درنا الاولي نطبقوا عليه هذه العلاقه هذه. الصبوره صغيره تنقضيو بها
مشكل. إذن إذا كان عندنا المثلث AA حسبنا قبيلات الجداء السلمي ديال BCA مثلا BCA هو الجداء السلمي وعطنا X وقلنا بأن لدينا الإسقاط العمودي هنا وحدنا وقيمة في النتيجة هي X و 2 على 2 الجداء السلمي ديال BC باغ AB دابا نحسبوه بصيغة جديدة إذا بغينا نحسبو مباشرة الجداء السلمي ديال AB سكالير AC تساوي هو المنطق ديال AB عفوا هنا مش AB اللي حسبنا غادي نحسبو BC سكالير BA غيساوي هو BC هو المنطق ديال BA اللي هو BA كوسينوس الزاوية اللي كاينة ما بين BC و B أو BA مثلث متساوي الأضلاع إذا الأضلاع ديالو كلها متقيسة BC يساوي X و BA تساوي X و AC تساوي X هي X في BA اللي هو X في كوسينوس الزاوية اللي كاينة ما بين BC و BA اللي هي هذه وفي مثلث متساوي الأضلاع جميع الزوايا متقايسة وقياس ديالها هي فعلى 3 اللي هي 60 درجة هذه 60 هذه 60 هي فعلى 3 فعلى 3 فعلى 3 كوسينوس B على 3 كيف ما شفنا في الحساب المثلثي كوس بي على 3 هو 1 على 2 اكس في اكس اكس في 2 هو 1 على 2 كتعطينا اكس في 2 على 2 اذا نفس الطريقه نفس النتيجه لقينا بهذه الطريقه الجديده هذه هي باش نبقى نستعملوا بزاف باش نحسبوا الجداء السلمي ديالنا بالصيغه المثلثيه نعم جيد